الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم في إطار احتفال الحفل التكريمي لجملة من الأساتذة الأجلاء الذين أحيلوا على التقاعد بعدما قضوا فترة من الزمن في خدمة هذا الوطن العزيز. كما قلت في البداية، فهذا الحفل الذي هو حفل غير مسبوق، على اعتبار أن جمعية قدماء ميلاد وتلاميذ ثانوية القادة عياض الفتية التي تأسست قبل عام تقريبا، أخذت البادرة بشراكة مع المؤسسة وانخرطت بشكل تلقائي وعفوي في تنظيم هذا الحفل، وإن كان بسيطا في شكله لكنه عميق في دلالته، لا سيما أن المبادرة جاءت من تلاميذ خريجي هذه المؤسسة التي نعتز بالانتماء إليها. حقيقة دي واحد النهار غادي يبقى محفور في الذاكرة، لأن بعد واحد المسار ديال 38 عام ديال الحرفة، وبعد ما الإنسان كيتجاوز واحد مجموعة ديال التحديات وديال الإشكالات وكيبان لك بأن المستوى ديال التعليم غادي كيهزل، كتفقد الثقة في أن هاد البلاد غادي يكون عندها مستقبل مادام كتهمل المنظومة التعليمية. ولكن ملي كيجي واحد المجموعه ديال القدماء التلاميذ وكيكرموك بهذا الشكل وبهذا الحفاوه وهذا، هذا كيبين بان كاين واحد الاثر ولو محدود، المهم كيبان بانه كاين شي حاجه كتبقى، خاصه ان هاد المبادره اللي اليوم كانت سابقه في القاضي عياض، اول مره كيتم تكريم ديال الاساتذه المتقاعدين بهذا الشكل وبهذا المستوى وبهذا. صراحة أغبطني جدا هذا الاحتفاء، ونتمنى إن شاء الله نكون في مستوى الناس اللي كرموني. شكرا لك على هذا، أنا لم أتعرض ولو ثانية للسيد الأول، قضى علي صلاة الحنان اللي نبدو ولا السي مولير، وذلك نتج عن المدرسة هذه مع واحد التاريخ هو الذي سنفعل جيد ذات المدينة اللي اعتزت بها أصلاً من الجميلة. كان واحد حفل هنايا، جيت وانا في طريق المباراة حاسمة ديال كوكب مراكش، نزلت إلى بزاف طريق سيارة على سبيل الجمل بخارج النزول درجة ثانية، شرفت واحد القبيلة كروية، من بعد الأساتذة داروا واحد الفاتحة وليلي صوبة ذاك العزيزي. كان أول فوز خارج ميدان جات أنا مدير للإخوان الأساتذة، أنا وليد الأساتذة. إذن اليوم نحتفل بتكريم مجموعة من الأساتذة الذين أنهوا خدمتهم بسلامين، هم سي سعيد بناني، سي عبد الجليل بن يوبا، والسي بوعز الرياسي، وكذلك السي سعد بوبكر، وكذلك السي عبد اللطيف حلان. وقد كانت هذه المبادرة من جمعية قدماء تلميذات وتلاميذ ثانوية القاضي عياض هنا بالجديدة بشراكة مع الثانوية، وقد كان لي الشرف بأن أكرم على في هذه المناسبة لكوني قد أنهيت عملي هنا في ثانوية القاضي عياض كناظر، وسأرحل عنها لي إن شاء الله إن وفقنا الله أن أزاول عملي في ثانوية تهيلية مولي عبد الله أمغار كمدير للمؤسسة. وأشكر جزيل الشكر كل من تلامذتي وأبنائي هشام بهلول الفنان الكبير، وكذلك الأستاذ عبد السلام الحداوي، وكذلك الأستاذ منير صحفي دو مارس. فقد كان حقا واحد الشعور جميل جدا جدا بأن تكون هذه الالتفاتة من طرف تلاميذ درسوا عندي في سنوات 92-93، وكانوا من خيرات التلاميذ الذين وصلوا إلى هذا الموصل في التدريب.